حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمن مونيتور، الحكومة الشرعية تعد بانتظام صرف المرتبات مع موازنة العام الجديد. المشاهد نت، الحب يمنع مواطنا مصريا مقيما في اليمن من العودة إلى بلده. أخبار اليوم، الميليشيات الحوثية تسعى لمصادرة أموال واستثمارات المؤتمر. ومن البيان، توأمان يولدان في عامين مختلفين. أهلا بكم. من بين الأخبار الكثيرة التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، هناك خبر جاء في موقع يمن مونيتور، وفي حال تنفيذه سيعيد الاستقرار إلى حياة مئات الآلاف. وعنوان الموقع، الحكومة اليمنية تعد بانتظام صرف المرتبات مع موازنة العام الجديد. ويقول الموقع أن الحكومة اليمنية التي ظلت طوال الثلاث السنوات الماضية تعمل بلا موازنة للدولة، أكدت أن موازنة العام الجديد ستكون أفضل من عام 2014، آخر عام أعلن فيه عن موازنة للدولة، وستصرف المرتبات بانتظام. وقال الموقع استنادا إلى تصريحات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر خلال اجتماعه باللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2018 بالعاصمة المؤقتة عدن، أنه رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، فإن موازنة هذا العام ستكون أفضل من موازنة العام 2014. وأكد بن دغر على أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان صرفها بانتظام. واستعرض نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن موازنة هذا العام ستضبط عملية صرف المرتبات والأجور بانتظام. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، نقرأ أبرزها. الميليشيات الحوثية تسعى لمصادرة أموال واستثمارات المؤتمر، وميدانيا الجيش يسيطر على المهاشمة، ومقتل قائد الميليشيات في خب والشعف. ومن معارك الساحل، الجيش يسيطر على وادي ومواقع شرق الخوخة على الساحل الغربي. وفي الشأن المحلي، يناقش أحمد الشلفي في مقال له نشره الموقع بوست دلالات مقتل صالح الذي جسد العدالة الإلهية في الرجل الذي انتقم من ثورة 11 من فبراير ومن كل اليمنيين ودمر كل الأحلام. يقول الكاتب في مقال الذي حمل عنوان الله العدل، أسقط في يدي في ذلك اليوم الأسود السبت 2 ديسمبر 2017، حين رأيت صالح يدعو إلى انتفاضة، فقد وجد طريقة جديدة لنفاذ بكل جرائمه والتحول إلى منقذ. ليس ذلك فحسب، بل إن ضحاياه قد حولوه إلى بطل وأرادوا أن يلعب الجلاد دور المخلص، وفي لحظة صرنا ندفع غضب الضحايا علينا أننا لم نعترف بالمنقذ والمخلص، وأننا لا نؤمن بمبادئ الثورة والجمهورية إذا لم نعترف بالمنقذ الصالح، وأننا نخون الجمهورية لصالح الحوثيين. ظهر صالح علينا في 2 ديسمبر واقفاً على أنهر من الدماء يرفع راية الثائر المنتفض، غير معلن الندم والتوبة عما فعل، وإنما داعياً لدورة دم جديدة تنصبه حارساً لأحلامنا التي سرقها ولدمائنا التي سفكها. مقتل صالح كان حدثاً أكبر من خداعه، وأكبر من ورطتنا، وأكبر من الضحايا، وأكبر من الغفران، أكبر من الحوثيين، وأكبر من المؤامرات الدولية، أكبر من صورة الطاغية، وهو ينفذ بجرائمه ويعود حاملاً الخلاص لضحاياه المصفقين لذكائه. حدث يقول لنا إن العدالة الإلهية حق، وإنه عندما قلت الحيل كان الله حاضرا بعدله وإنصافه. تلك رسالة للجميع، أن العدل ماض وأن فجر اليمن سيشرق ذات يوم، وهي رسالة لشركاء صالح في جرائمه قبل وبعد، ولا أظن الحوثيين قد فهموا شيئا ولا غيرهم. في موقع المصدر أونلاين عنوان بارز عن حكم أصدرته محكمة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي،
محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء تصدر حكما بالإعدام تعزيرا بحق أحد البهائيين. وقال مصدر حقوقي إن محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت حكما بإعدام أحد البهائيين بعد 4 سنوات من اعتقاله بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وذكر المصدر للمصدر أونلاين أن المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة أمن الدولة التي تخضع للحوثيين أصدرت حكما بالإعدام تعزيرا بحق حامد بن حيدرة. وأشار إلى أن حيدرة تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة والحبس الانفرادي بالإضافة إلى محاكمته بصورة غير عادلة. ووفق المصدر فإن الحكم جاء بتهمة التخابر مع المؤسسات البهائية في حيفا، وقد تضمن الحكم مصادرة كافة أمواله وإغلاق المحافل البهائية. ولا يعرف الرقم الدقيق لعدد البهائيين في اليمن، لكن منظمة Human Rights Watch نقلت في فبراير 2015 عن ممثلين للطائفة البهائية العالمية أن نحو 1000 من أتباع البهائية يعيشون في اليمن. ونشأت الطائفة البهائية في القرن 19 الميلادي، والمنتمون لها يتبعون تعاليم بهاء الله المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه واحدا من رسل الله. ذكرت مصادر محلية لسبتمبر نت أن انفجارا شديدا سمع داخل معمل تصنيع المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار أعقبته انفجارات صغيرة وتصاعد كثيف لألسنة اللهب. وأكدت المصادر أنه تم نقل قتلى وجرحى الميليشيا إلى مستشفيات مدينة صعدة، وأن أغلب الجرحى في حالة حرجة بعد أن أصيبوا بحروق شديدة نتيجة الانفجار. وأضافت المصادر أن الميليشيا طوقت المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسبابه والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه. وتابع الموقع: تنتشر معامل صناعة المتفجرات بكثرة بمحافظة صعدة، وتقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتصنيع أعداد كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات تحت إشراف خبراء لبنانيين وإيرانيين. وفي توقعاته لأحداث العام الجاري وما يمكن أن تسفر عنه، تطرق مركز ستراتفور إلى مآلات أحداث اليمن. وأضاف المركز في التحليل المنشور في صحيفة الغد: اتخذت الحرب الجارية في اليمن منعطفا مفاجئا في نهاية العام 2017 عندما قتل الحوثيون حليفهم السابق علي عبد الله صالح، وقد دفعت وفاته العديد من اتباعه الى الانشقاق عن تحالف الحوثيين على نحو ربما يحول زخم المعركة لصالح تحالف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تقوده السعودية اذا ما حمل هؤلاء الاتباع السلاح ضد الحوثيين. وفي كلتا الحالتين سيكون الحوثيون أكثر حاجة من أي وقت مضى للحصول على المساعدات من إيران على المدى القصير، وسوف يكون مجلس التعاون الخليجي أكثر تصميما من أي وقت مضى على منعهم من الحصول على تلك المساعدات. وبذلك سوف يصبح اليمن هو المركز لحرب عنيفة بالوكالة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، حيث يكثف التحالف الخليجي جهوده لتخفيف قبضة الحوثيين على العاصمة صنعاء. والآن وقد انفتحت الصدوع في داخل تحالف الحوثيين، فإن التوصل إلى تسوية سياسية للصراع سيكون بعيد المنال، خاصة بينما يعمد آخرون من أصحاب المصالح في البلد بما في ذلك الانفصاليون الجنوبيون إلى اغتنام الفرصة للضغط من أجل الدفع بمطالبهم السياسية. لقد خلى اليمن من كل الجنسيات الأخرى وأصبح بلدا مغلقا، ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي عاد الماضي بكل تفاصيله، يوم كان وجود أي مواطن عربي أو أجنبي مدعى للتساؤل، حيث أصبح وجود مواطن مصري في صنعاء مثار خبر صحفي. وعنون موقع المشاهد نت: مصري في اليمن، هذا بلدي الأول. وقالت التفاصيل التي نشرت في موقع المشاهد نت نقلا عن موقع ارفع صوتك: فتحي أبو العطا مواطن مصري يقطن في اليمن منذ 27 عاما، يقف قرب بسطته أمام بوابة جامعة صنعاء، حيث يعمل هناك في بيع الكتب والدفاتر والأقلام وبعض مجلات الأطفال. يقول أبو العطا الذي كان يعمل طباخا في شركة نفطية قبل أن تغلق أعمالها في البلاد لموقع ارفع صوتك: جئت إلى اليمن قبل 27 عاما، وبعد مغادرة هذه الشركات النفطية عام 2012 بسبب الأوضاع في البلاد فقدت عملي. يضيف: حاليا أعمل كبائع كتب ودفاتر وأقلام هنا أمام بوابة جامعة صنعاء. وعن أسباب عدم عودته إلى مصر يقول إنها كثيرة، أهمها
عدم امتلاك قيمة تذكرة الطيران التي تكلف أكثر من $1000 أمريكي، وأيضا عدم حصولي على حقوقي لدى الشركات النفطية التي كنت أعمل بها. يتابع في الأول والأخير اليمن بالنسبة لي كل شيء، ولا أفكر أصلا بمغادرته لأنني أحبه وأشبه مستقر هنا. ارتباطي باليمن أساسي، علاقاتي، أصدقائي وغير ذلك. تزوجت بيمنية ولدي منها ولدان، حتى لو رحت مصر تبقى مصر بلدي الثاني وليس الأول. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر قريبة من عائلة علي عبد الله صالح، وكما ورد في العرب الجديد، أن نجل شقيقه الذي كان القائد العسكري الأبرز إلى جانبه طارق محمد عبد الله صالح يخضع للعلاج نتيجة إصابته بقذائف جماعة الحوثي، فيما أفادت مصادر قريبة من الشرعية بأن قيادات عسكرية استقبلت اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، بعد أن غادر مناطق سيطرة الحوثيين. يحيى محمد عبد الله صالح ابن شقيق صالح نشر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك صورة بعد أن نشرتها صحيفة مصرية لشقيقه طارق وهو مصاب يعالج في مكان غير معروف، فيما أشار نشطاء من حزب المؤتمر إلى أنه أصيب بشظايا قذيفة في الوجه والبطن وإحدى ساقيه، وأنه غادر صنعاء ويخضع للعلاج في مكان آمن. وكان يحيى صالح قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي مقتل شقيقه، فيما يبدو أنه كان يحاول تهدئة محاولات البحث عنه من قبل الحوثيين. طارق صالح هو قائد قوات الحرس الخاص سابقا وأبرز قائد عسكري إلى جانب صالح، كما يوصف بأنه المطلوب الأول للحوثيين الذين اتهموه بتدبير انقلاب على سلطتهم في صنعاء وأشنوا حملة اقتحامات لمنازل في العاصمة اليمنية بحثا عنه قبل أن يتضح أنه أفلت منهم مصابا نتيجة قصف الجماعة منزله في صنعاء. هيمنت حركة الاحتجاجات المتواصلة في إيران على اهتمامات الصحف الأربعاء البريطانية التي كرست لها بعض افتتاحياتها ومقالات الرأي فيها، فضلا عن المتابعات والتقارير، وخصصت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالها الافتتاحي للشأن الإيراني تحت عنوان ستكون طهران حكيمة إذا استمعت إلى المحتجين. وتقول افتتاحية الصحيفة إن الإحباط الشعبي المضطرد قد يغذي من آمال وتوقعات لم يستجب لها، فالتقارب المؤقت مع الغرب من جانب الرئيس الوسطي الذي أعيد انتخابه حسن روحاني حمل وعدا بالانفتاح بعد توقيع الاتفاق على تجميد جزء من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران. وترى الصحيفة أنه أحيا الآمال بين الإيرانيين لإعادة الاتصال مع العالم والدخول في الأسواق العالمية، وأثار شهية الإيرانيين لمزيد من التغيير، لكنه فشل في الوقت نفسه في تحقيق مثل هذه الآمال. وتشير الصحيفة إلى أن التضخم في إيران قد انخفض وعاد الاقتصاد إلى النمو بعد سنوات من الركود، واستؤنف بيع النفط الخام الإيراني في الأسواق العالمية الثانية بعد أن تدفقت الاستثمارات في ظل وضع حرج بفعل فرض واشنطن عقوبات غير نووية جديدة. نظام الملالي يكتشف بدوره أن نفاقه لا ينطلي على شعبه، ذلك أن هتافا بارزا بين الهتافات الرئيسية للانتفاضة الإيرانية يقول اتركوا سوريا واهتموا بنا. هذا مقتطف من مقال كتبه اللبناني جلبير الأشقر، مضيفا في جزء من المقال المنشور في صحيفة القدس العربي. الشعب الإيراني يعاني من الآفات نفسها التي تعاني منها الشعوب العربية.
والتي فجرت الانتفاضة العربية الكبرى، بطالة مستشرة ولا سيما بطالة الشباب، وغلاء معيشة كاون وكساد اقتصادي متفاقم يعالجه حكام طهران بالوصفات النيوليبرالية عينها التي تعالج بها الحكومات العربية المشكلة ذاتها، ألا وهي إثقال النير المفروض على رقاب الشعب بإلغاء الدعم عن أسعار مواد الاستهلاك الأساسية. والحال أن عاملاً هاماً ساهم في تفجير غضب الجماهير الإيرانية وهو إعلان الحكم قبل الانفجار بقليل عن زيادة أسعار المحروقات بنسبة 50%، وكأنها قصة تعاد حكايتها بلا انقطاع، ويمكننا توقع تكرارها في مستقبل قريب في مصر أو المملكة السعودية أو غيرهما من بلدان منطقتنا حيث يجري تطبيق الوصفات ذاتها. فلم تعد الجماهير الإيرانية مستعدة للعض على شفاهها والتضحية بمصالحها، وهي ترى جهاز الحرس الثوري المتسلط عليها ينفق المليارات في سياسة توسعية في العراق وسوريا ولبنان لا ناقة للشعب الإيراني فيها ولا جمال، بل هي سياسة يبرر بها الجهاز ميزانيته الضخمة وامتيازاته الجمة. ولن نلوم الجماهير الإيرانية لو وضع بعضها قضية فلسطين في السلة ذاتها اشمئزازا من متاجرة النظام باسم القدس وتحججه بدعم حركة حماس، فإننا ندرك كيف سئم بعض جماهيرنا العربية من بطش الأنظمة بها متحججة بالقضية الفلسطينية، ولو كنا نتمنى بالتأكيد أن تمكن الجميع من التمييز بين نفاق الحكام والقضايا العادلة التي يتذرعون بها. صحيفة الحياة قالت انضمت 6 دول هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا رسميا إلى مجلس الأمن أعضاء غير دائمين. سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يناير قال إن السلام والأمن ليسا سهلي المنال، مضيفا خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على طلبه في مقر الأمم المتحدة ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق. وعلى الإثر تولى سفراء الدول الست وهم 5 رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول 9 الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات. مجلس الأمن يضم 15 عضوا بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض فيتو ضد القرارات هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. في إيطاليا مغاربة يثيرون جدلا وذلك إثر اعتراضهم على دخول عناصر الإسعاف قاعة الصلاة بمسجد في مدينة أنكونا زوال بأحذيتهم من أجل إسعاف 40 مغربي. وقالت هيئة الصليب الأصفر بمدينة أنكونا الإيطالية إن عناصرها الذين هبوا لإنقاذ حياة مهاجر مغربي عقب تلقيهم اتصالا هاتفيا من المصلين تفاجأوا بمنعهم من مباشرة مهمتهم إن لم يقوموا بخلع أحذيتها. المسعفون من جهتهم أخبروا المعترضين أن الأحذية تعتبر جزءا من عتادهم مثلها مثل باقي المعدات الصحية وفق ما تنص عليه قوانين الطوارئ وأن التجرد من الحذاء يعتبر مخالفا لذات القوانين. تضيف الصحيفة بعد أخذ ورد وتدخل بعض الأشخاص الذين عارضوا قرار الإمام سمح للفريق بالدخول لتقديم الإسعافات. تم نقل المريض إلى المستشفى المركزي بمدينة أنكونا بعد أن أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن حالته ليست خطيرة لكن الأطباء قرروا الاحتفاظ به في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. في واقعة غريبة كما تصف صحيفة البيان ولد توأمان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لكن في 2 مختلفين بل وشهرين ويومين مختلفين أيضا. وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه حسب تقديرات الأطباء كان من المتوقع أن يولد التوأمان خواكين وإيتانا خيسوس في 27 من يناير الجاري لكن الأم باغتتها آلام الولادة ليلة رأس السنة فوضعت الطفل الأول 11:58 مساء يوم 31 ديسمبر 2017 بينما ولدت أخته التوأم إيتانا 12:16 من صباح أول يناير 2018 ليولد كل منهما في عام مختلف عن الآخر. لماريا قحطان نسمع تحية تحت هذا العنوان كتبت سبأ حمزة مقالها المنشور في العربي الجديد عن طفلة يمنية تخرج من بين الرماد لتصدح بصوتها عاليا وتضيف الكاتبة في جزء من المقال
حاليا يعرض برنامج The Voice Kids على قناة NBC ولأول مرة يشارك أطفال من اليمن. دخلت ماريا وهي تجر قدميها نحو المسرح، وما إن وقفت وبدأت في الغناء حتى أبهرت كل الحكام والجمهور والمشاهدين. وكعادة اليمني الطيب، كانت ماريا طفلة جميلة موهوبة، لكنها أكبر من عمرها بكثير. دعا بعض الناس في وسائل التواصل ألا تقلد الكبار، أن تكون بعفويتها متناسين كم الدمار الهائل الذي وقع على قلوبنا فعجل بأعمارنا. ماريا نبتت من أرض مسحوقة وخرجت من بين الرماد والدمار زهرة بيضاء شدتنا جميعا إليها. لم تكتفي بذلك الظهور الأسطوري، بل أصرت أن تأسر أعماقنا بصوتها، وها نحن اليوم جميعا ننظر إليها كرمز للخلاص. صور مميزة من صحيفة الجارديان البريطانية تظهر جمال الطبيعة وتواصل مظاهر الاحتفال برأس السنة، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.